الآثار القديمة وجمع التاريخ الشفهي هي أبرز اهتمامات الباحث ناصر السكور الذي يجوب كل هذه الأماكن الأثرية لقراءة التاريخ وحفظه للأجيال القادمة، ومن أبرز هذه المواقع آبار حمى التاريخية. بالنسبة للموروث لي 13 سنة تقريبا أجمع في الموروث الثقافي والاجتماعي للمنطقة، وأكثر شيء اهتمام ركزت على كبار السن بجمع الموروث الشفهي منهم بتسجيله في أشرطة أو فلاشات للحفاظ عليه للجيل القادم إن شاء الله. تعد آبار حمى التاريخية من أبرز المواقع الأثرية بمنطقة نجران، حفرها الإنسان القديم منذ آلاف السنين وما زالت قائمة إلى يومنا هذا. الآبار هي 6 آبار مليئة بالمياه، يعني أغلبها إلى الآن وما زالت مياه صالحة للشرب. تم حفرها يمكن تقريبا قرابة إلى 7000 سنة على فترات مختلفة، والسقيا منها أكبرها اللي هي الحماطة وما زال السقيا منها. المياه تنزل يعني مع شفط صهاريج المياه، وفي خلال نص ساعة ترجع إلى نفس المستوى مهما كان السحب عليها، وما زالت إلى الآن مياه حالية صالحة للشرب. الموقع الاستراتيجي لهذه الآبار في طريق القوافل التجارية قديما أكسبها مكانة مهمة، وتسمى آبارها 6 بأسمائها المختلفة والتي تميز كل بئر عن الآخر، حيث حفرت في صخور عميقة وصماء تثير دهشة الزائر. الآبار لها أهمية كبيرة في طريق القوافل قديما القادمة من الهند والقادمة من عمان، التي تحمل البخور وتحمل البهارات وتحمل اللبان، والتي تتجه منها من حماة إلى الفاو قرية إلى المنطقة الشرقية، والجهة الثانية تتجه من قرية تتجه إلى تثليث وتتجه إلى الشمال ثم إلى الشام. وتمت حمايتها بالدول القديمة سبائيا، ومن بعدها تم حمايتها قبليا في حدود قبيلة آل العرجال. كانت هذه الآبار تقدم الماء منذ آلاف السنين لقوافل التجارة وللمسافرين، وما زالت إلى يومنا هذا تقدم الماء لأهالي هذه المنطقة. عبد الله الشماخ، الإخبارية، نجران.